بسم الله. زيارتي اليوم لشقيقة تونس هي زيارة إلى بلد شقيق تجمعنا به علاقات أخوة وجيرة وتعاون متميزة، تأتي في إطار التشاور المستمر بيننا. سعدنا بلقاء فخامة الرئيس الباجي قائد السبسي، بحثنا العلاقات التونائية سبل تطويرها في مختلف المجالات وبما يعود بالفائدة على الشعبين الشقيقين. عرضنا على فخامته آخر التطورات السياسية والمشهد السياسي في ليبيا، ناقشنا تفاصيل خارطة الطريق التي اقترحتها لإيجاد أرضية مشتركة للوصول إلى وضع أكثر استقرارا بعد أن لاحظنا أن الأمور وصلت أو إلى طريق مسدود. بحثنا أيضا نتائج لقاء باريس واللقاءات الأخرى اللي كانت مع الأطراف السياسية والفعاليات الاجتماعية، والتي أكدت جميعها أن لا بديل على الاتفاق السياسي، ولابد أن ينطلق أو أي تسوية تنطلق من هذا الاتفاق السياسي، وأن على جميع الأجسام المنبثقة من الاتفاق السياسي القيام باستحقاقاتها لإيجاد تسوية شاملة. بهذه المناسبة نعبر عن تقديرنا لتونس الشقيقة رئاسة وحكومة وشعبا على ما قدمته من دعم لحكومة الوفاق الوطني. نتمن عاليا المبادرة التونسية لإيجاد حل توافقي للأزمة الليبية وتقريب وجهات نظر بين كل الفرقاء. أتقدم بالشكر الخاص لفخامة الرئيس الذي وقف معنا منذ البداية بنصائحه وحكمته وبعض نظري. في النهاية قمنا بنقاش عدة ملفات ذات الاهتمام المشترك في المجال الاقتصادي والأمني، تفعيل الاتفاقيات التونسية بين البلدين الشقيقين، وهناك لجان مشتركة بدأت بالفعل وتجتمع في هذا الإطار. نتمنى لتونس الشقيقة المزيد من التقدم والازدهار تحت رئاسته الحكيمة. شكراً.